النهاردة النيابة العامة قررت رسميا إحالة الممثلة والفنانة منة شلبي إلى محكمة الجنايات بتهمة جلب مخدرات، الضبط مخدرات بحوزتها أثناء تفتيشها في جمارك مطار القاهرة أو ميناء القاهرة الجوي. وكيفت التهمة أن هذه المخدرات ضبطت بحوزتها بنية التعاطي، وده معناه انه خلاص بقت في محكمة، خلاص خلصت تحقيقات النيابة. وبيان النيابة قال مجموعة من العناصر المهمة اللي تفيد سريان القانون واخذان القانون مجراه في كل شيء، والتأكد من الكاميرات، كاميرات المراقبة في المطار، من اجراءات الضبط والحيازة، من شهادة الشهود، كل شيء تم في النيابة كما ينبغي. وبالتالي اطمأنت النيابة الى انها تحيل القضية الى محكمة الجنايات، وهي بقى تأخذ حكمها الذي ترى وفقا لتوافر الإدانة من قبل النيابة في هذه القضية. الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الوطن الصديق العزيز الأستاذ سامي عبد الراضي، مساء الورد يا أستاذ سامي. مساء الفل يا أستاذ تامر، منور الدنيا كلها. أشكرك يا حبيبي وحشتنا، ولحد ما نشوفك في السوشيال ميديا قلنا برضو نستغل مهاراتك البحثية في هذه بين القضايا. الشوطين بين الشوطين. الحقيقة قبل ما نتكلم في التفاصيل، اللي حصل ده له دلالة كبيرة عندي، ان كل الناس اللي قعدوا يسبقوا في احكامهم على السوشيال ميديا، واللي راح في السكة دي وقال لك يا نهار ابيض ده مش عارف ايه، ده الملف عايز ايه وعايزين يترمخوا على القاء مش عارف ايه وكذا، ولما النيابة طلعت قالت يا جماعة ارجوكم اهدوا احنا بنشوف شغلنا والحق هيطلع في وقته، اعتقد ده كان اسكات لكل هؤلاء. طبعا لو حضرتك تتذكر كنت عملت مداخلة مع حضرتك وضحنا فيه ثلاث نقاط مهمة اللي أخلي سبيل منا بعد القبض عليها وبعد التحقيق معاها. صح. ليه ما تعملهاش تحليل مخدرات، وقلنا ما تعملش تحليل مخدرات لأنها جاية من دولة تبيح المخدرات، وما تحبستش لأن التهمة حسب التحريات اللي وضعتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات هي التعاطي وليس الاتجار. فعلى هذا الأساس ما كانش في قرار حبس في حينه، وتم إخلاء سبيلها بضمان مالي 50,000 جنيه في هذا التوقيت. صحيح. التطور اللي حصل إن النيابة العامة كانت في انتظار تقرير المعمل الكيماوي اللي هو بيحلل المضبوطات اللي كانت بحوزة منة. المضبوطات اللي هي شفناها كلنا في الصور اللي تم تداولها حين القبض عليها وحين إعلان القبض عليها، بتحليل هذه المضبوطات وجد أن بها كميات من مخدر الحشيش والقنب أو القنب الهندي. قنب. قنب الهندي. القنب الهندي في أجزاء منها داخلة في من ضمن أو من مواد الصناعة لهذه الحاجات المضبوطات يعني. تمام. فعلى هذا والاتنين الأساس والاتنين دول المادتين دول موجودين في جدول واحد في المخدرات. طبعا مجرمتين. ف صحيح. التقرير النيابة استند إلى هذا التقرير وعليه أحيلت إلى المحاكمة الجنائية. احنا النهاردة في أواخر ديسمبر، ربما تحدد جلسة محاكمة لها ممكن تكون في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث من يناير، ولو تأخرت قوي هيبقى الأسبوع الأول من شهر فبراير، هتكون أول جلسات محاكمة منا يعني، يا في يناير يا فبراير هتكون جلسات المحاكمة. النيابة قالت في بيان رسمي النهاردة أنها استمعت لأقوال الخمسة جميعهم موظف يعملون في مطار القاهرة في الجمارك، وكلهم شهدوا بأن المضبوطات دي خاصة بمنا. النيابة كمان استعانت بكاميرات المراقبة. صحيح. اللي كانت طبعا المطار كله مليان كاميرات، فهنا لحظة دخولها، هنا لحظة كذا، هنا لحظة كذا، كل هذه المقاطع من الفيديو اللي أثبتت دخول من حرم المطار وحتى التفتيش وحتى خروج حقائبها من السير في المطار، وحتى التفتيش كان تحت أعين الكاميرات، يعني كانت الكاميرات أصلا موجودة مثبتة، رصدت كل ده، فثبت ان المواد اللي فحصت دي طالعه من شنطه منا. فالقصه كده اتقفلت. كمان النيابه استمعت لمجري التحريات وهو ضابط في الاداره العامه لمكافحه المخدرات اللي قال ان منا
كان بحوزتها هذه المواد بتهم للتعاطي وليس الاتجار. صحيح. وعلى هذا الأساس أحيلت إلى محكمة الجنايات. ويمكن هنا مفيش اتجار في المخدرات زي ما قلنا يا أستاذ تامر في البيان الأول للنيابة العامة. النيابة قالت فيه أن التحريات قالت أن المخدرات المضبوطة أو هذه المضبوطات بغرض التعاطي، بغرض التعاطي وليس الاتجار. يمكن هنا النيابة لا تمدح ولا تذم، ولكن ده شغل النيابة العامة اللي كان في الأول. النيابة عملت شغلها وطلعت بيان ثم أوضحت فيما بعد ليه ما اتحبستش منها، واليوم يعني بعد حوالي شهر أو أقل أحيلت منا كمتهمة إلى محكمة الجنايات. وحتى العنوان اللي طلع في بيان النيابة العامة مش إحالة الفنانة منى شلبي إلى محكمة الجنايات، إحالة المتهمة منى شلبي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إحراز مواد مخدرة. والحقيقة أنا متفق معاك أن النيابة لا تمدح ولا تذم، والمحكمة وحكم المحكمة لا يمدح ولا يذم، لكن بصفة عامة لازم نفرح لما نعرف ان في قانون في بلدنا لا يساوي بين الكبير والصغير، المشهور وغير المشهور، عشان الواحد يبقى مطمئن على نفسه ان احنا في دولة قانون لا يفرق بين احد. يعني طبعا طبعا ده كلام محترم، وهنتابع اكيد مع بعض ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ سامي عبد الراضي، الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الوطن. طبعا انا عارف انه في وفنانة مشهورة، هي فنانة مش كومبارس ولا فنانة صف تاني وبتاع، منى شلبي من نجمات الفن والتمثيل في مصر، لكن في النهاية النيابة بعد نهاية التحيات النهاردة وإحالتها المحكمة معناها ان النيابة بتقول ان في خطأ، في إدانة، وشايف ان في إدانة فبالتالي احالتها للمحكمة. حقك بقى انت كمواطن تتعاطف ما تتعاطفش، دي قصة بتاعتك، حدش يقدر يخش جوه عواطفك واحاسيسك ومشاعرك ويقولك اكرهها ولا حبها لو انت شايفها من الفنانات المفضلة اليك وانت كنت بتحب تمثيلها وادائها وشهرتها وكذا، تعاطف معها، دي قصة. اما مجرى القانون دي قصة تانية لا يجب ان نتدخل فيه، لانه لو ابتدينا نقيس ميزان القانون على حسب عواطفنا وبنحب مين او بنكره مين تبقى مشكلة كبيرة. فارجوك دع عواطفك على جنب وانت حر فيها، اما القانون فليأخذ مجراه عشان نبقى طول الوقت بلد قانون بتحترم القانون، واحنا نبقى عارفين ان حقنا مصان بالقانون. طيب